طبعا الوكاله مطلوبه ان هي يبقى في صناعه خفيه للفضاء في مصر. فبص منها انتوا كشباب المستقبل يبقى عندكم كل المهارات وكل الملكات المختلفه لصناعه الفضاء. صناعه الفضاء طبعا ما بتتوقفش بس على الحاجات اللي هي في الفضاء، فيها انظمه كتير متعدده بتمس كل التخصصات المختلفه في الهندسه وفي البيزنس وفي حاجات كتير مختلفه. والوكاله هي بتدي فرص كبيره للشباب في تدريب صيفي بيتعمل في انظمه كبيره بتعمل منها كلمه مهاره الجامعات اللي هي استضافه المعامل الخاصه بالفضاء وعملتها في كليه العلوم وكليه الهندسه اللي فهمها شغل. في فرص كبيره جدا بتدي يبقى في ادراك ووعي وتعرف كويس للانظمه المختلفه اللي بتستخدم في الاعمار الصناعيه وتطبيقات الفضاء المختلفه، بحيث ان يبقى في جيل جديد من الخريجين قادر ان هو يبتدي وطن صناعي. يعني انا نفسي اشوف انكم تبتدوا كل واحد فيكم يبقى ليه الخط بتاعه ليه المنتج، حتى لو حاجه صغيره، كل حاجه صغيره وحاجه صغيره تتكامل وبتعمل منظومه كبيره. فانا بقول كل التوفيق ان شاء الله، والوكاله ابواب مفتوحه ليكم وانتشاراتكم وتدريبكم وتحت كل الفرص اللي كده، بحيث ان احنا نحقق هدف مصر في توطين صناعه الفضاء في مصر ان شاء الله باذن الله. بشكر تاني بشكر جميعكم وبشكر الدكتور جمال على الفرصه الجميله دي اللي نكون بينكم النهارده ان شاء الله. Thank you.